اجتماعنا في هذا اليوم بكامل عضوية المجلس اللي تم تقريبا ده الاجتماع الأول من منذ تقريبا 4 سنوات، وبالتالي كانت عندنا أجندة مهمة جدا اللي هي الاستراتيجية، استراتيجية الأمن الغذائي والتغذوي. الحقيقة تمت المبادرة دي في 2016 وتوقفت فترة، وتاني حصل لها مراجعة وتحديث بواسطة دعم من الفاو، مشروع دعم استقرار الغرار في الشرق. والحقيقة هذه الاستراتيجية يعني تم وضعها للفترة من 2021 إلى 2030، وهي بتشمل حقيقة برامج ومشروعات كثيرة مهمة جدا بتخاطب تقريبا كل المشاكل اللي بتؤدي إلى حالة انعدام الأمن الغذائي أو الفجوات المتكررة في الغذاء وفي العلف وفي المياه. وحقيقة تداول المجلس هذه الاستراتيجية، تقدمت يعني قدمنا مسودة ملخص للوضع وتحديث للمعلومات الموجودة فيها، وهي حقيقة بالنسبة لنا نحن يعني حاجة مهمة جدا، لأنه بتحدد لنا على المدى الطويل نوع التدخلات وتنظيم تدخلات المنظمات العاملة في مجال الأمن الغذائي في المواقع المختلفة في الولاية، في 11 ولاية. حقيقة وضعنا برنامج عشان يحدد وين الفجوة، وين الجاب، التدخل كيف، حجمه كم، والتدخل 200 وبياته مجال. وحقيقة هذه الاستراتيجية نحن نعتبرها ريفرنس أو مرجعية مهمة جدا بالنسبة لنا لتنظيم عمل المنظمات ولتحقيق حالة الأمن الغذائي في الولاية. ولاية مهددة بكثير من المخاطر اللي لها علاقة بالكوارث والتغيرات المناخية، نقص المياه، الأشياء التقليدية، ضعف حالات سوء التغذية. في حقيقة هذا المجلس شمل كثير من الشركاء من وزارة الصحة، وزارة الموارد الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية، المنظمات، مفوض العمل الإنساني، جهات الأمنية. في حقيقة تمت نقاش الاستراتيجية والحمد لله تمت إجازتها باعتبارها هي المرجعية الأساسية للوزارة، ونحن في وزارة الزراعة حقيقة أو الإنتاج ملتزمين بأنه نعمل لها توزيع ونملك لكل الشركاء اللي يبدو للشغل.